السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوتي، في برنامجكم شوية مع شيكا على الواو ليبيا، الموسم السابع الحلقة الأولى. اليوم يوم مش عادي، لأن اليوم حنبدو ننتقلوا، تبينا 3 أيام هيك باش نحول من شقتي القديمة لشقتنا الجديدة. فتعال نمشوا مع بعضنا ونوريكم الشقة ونحكوا شوية ونهدرس. هاي خشوا ما تديروش غيبة. طبعا هم مفكين اللمبات هم عطم دعوة وماشيين بيهن الجماعة، يخلوشين اللمبات. ريت هذا البلكوني. بين احنا كيف ما حكينا في الفيديو اللي فات، قلنا بايش الفرق بين انك تشتري مثلا، او شو المميزات اللي تاخذها انت وتحصلها لما تشتري حوش مثلا في اوروبا، وش المميزات اللي تحصلها لما تشتري حوش في ليبيا. طبعا في مميزات واجد لما انت تستثمر مثلا في اوروبا او تشتري عقار مثلا في اوروبا، زي مثلا الاقامه ومرات توصل حتى للجنسيه. طبعا في ليبيا ما تفكرش طبعا انت في الجنسيه، ولا هو في الجنسيه ما يعطيش فيها، يعني حتى اللي امهاتهم ليبيات ما يعطوش فيهن الجنسيه، لا مش هيك، بس هو حتى انت مره تبدا ليبي يقولوا لك يا ساتشين ولا يا ايدو انت ليبي، لكن تازلك تقول كلمه انت فيك الشك يا ليد. فتعالوا خلونا نمشوا نشوفوا شويه اسعار مثلا في اوروبا، وشنو الدول اللي يعطنك مثلا اقامه، وشنو الدول اللي ممكن يعطنك حتى جنسيه لما تشتري عقار غادي، وش الفرق بين ليبيا وبرا. الموضوع هذا بدا معايا في تركيا من كم سنه، خاصه في مدينه سياحيه جميله هكي اسمها ألانيا. تلاقيت غادي مع بعض الشباب والشابات الاوروبيين، كانوا ساكنين غادي في المدينه هذه، مدينه كانت جميله ورائعه خاصه في الليل. سالتهم كم مأجرين هنا، قالوا لي والله نحن بين 300 دولار بين 400 دولار في الشهر. وانت؟ قلت لهم والله لو شقة نحن عندنا غادي مكيف ومؤثة هذه 1500 دينار، اللي هن تقريبا يعني 1000 دولار. سكتوا شوية وشخروا لي. بعدين قالوا لي مش ليبيا هذه فيها حرب؟ قلت لهم والله يا فيها حرب، والمشكلة المشكلة ان هي اغلى من دولة مثلا زي بلغاريا. دولة زي بلغاريا لو تأجر فيها انت في صوفيا في العاصمة متاحها حتأجر ب 500-600 دولار. فكني سيدي من الإيجار، تعال نحكو على الشراء. نحن غادي المتر المربع غادي بألف دولار بس، يعني لو بتشري 100 متر ب100 ألف. ودولة مثلا كيف لاتفيا اللي هي انضمت للاتحاد الأوروبي، الدولة هذه رخيصة جدا، ووجدين من الدول الأوروبية يعدوا بيشروا غادي مثلا فيلل ومنازل، خاصة في المناطق القديمة لأن المنازل فيها رخيصة بكل. لكن تبوا الحق لكبيدة رومانيا، الدولة هذه غالية وعزيزة على قلبي أنا بالذات. الدولة هذه كانوا نسمع في ناس واجدة يسموا فيها كنيسة أوروبا، الدولة الغنية بالتاريخ متاحها وبالثقافة وبالمعالم. الدولة هذه رخيصة بكري، هو ب300-250 دولار مرات تحصل إيجار، وحتى هي المترو فيها بأقل من 1000 دولار. أوكرانيا ما هيش في الاتحاد الأوروبي صح، لكن أوكرانيا حتى هي فيها حيشان وفيها إيجارات رخيصة بكري. ودولة أوكرانيا دولة كبيرة وفيها بحر وفيها جبل وفيها غابات، صدقوا ان فيها مناطق مثلا جبلية فيها حيشان غادي يوصل ب5000 دولار. ولو تخش انت مثلا على اليوتيوب وتدور مثلا ان المناطق الرخيصة مثلا في اوكرانيا برا كيف، هتلقى فيها حيشان ب3000 دولار مرات. نحن عارفين ان اوروبا كبيرة وواسعة وفيها مناطق واجد غالية، لكن في نفس الوقت فيها مناطق واجد رخيصة. البرتغال زمان من كم سنة كانت رخيصة بكل، حاليا غلطت شوية، زمان كان فيها حتى شقق يطقن ب25000 يورو بس. تركيا حبيبة الملايين، تركيا اللي نحن نمشو لها ونشرب منها في الدبش ونشرب منها في الحلقوم ونشرب منها في المعسل، مع العلم هنا ما نحبش الحلقوم. كلنا اكيد ممكن مشينا، اللي مشينا مثلا لتركيا شفنا اسطنبول وشفنا مثلا الخليج اللي فيها وكذا، تصدق ان فيها مناطق اللي تشوفين قدامك هذينا تشري فيهن ارخص بواجد من سياحية ومن شارع جرابة ومن فينيسيا. تخيل انت، مرات واحد يقول لي بيه اليونان، ليش ما حكيتش على اليونان؟ اليونان ارخص وارخص، اليونان مرات لما تشري فيها انت مكان تشري فيها عقار 250000، انت بعدها ممكن تاخذ حتى الجنسيه. يجيني واحد يقول لي بيه منور يا زو على المعلومات، انا شنو استفيد بيه؟ انا عارفك ان انت فقير، لكن ما تعرفش مرات تلعب معك يا غالي، بس تذكرني وقتها. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو يا اخوتي، وسامحونا كان طولنا عليكم شويه. واللي مثلا مازال عنده استفسار ولا حاجه يكتب لنا في الكومنتات، وشكرا جزيلا. السلام عليكم.